في مساء يجدد روح التحدي والنشاط والتنافس في خامس الأشواط، حيث نبدأ مرحلة الإنتاج والمنتجين في هذه اللحظة المسائية المرتقبة من أشواط الرموز في ملتقى هذه الأشواط في منافسات بين الشعارات. هنا في هذه اللحظات أبناء القبائل ينافسون من أجل الرمز، من أجل الرمز الغالي. هنا في هذا المساء الرائع بحضور سمو شيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، أهلا وسهلا يا أبو مكتوم. نذهب مباشرة إلى كأس الإنتاج وإلى مقدمة الشوط، حيث تتقدم نسمة لبيشان بن محمد بن بيشان العجمي يسيطر على مقدمة الشوط، بينما شعار بن نصرة يتدخل على المركز الثاني. هذه غصب لمبارك بن محمد بن نصرة العامرياتي ويحتل المركز الثاني. رخامية تتواجد على المركز الثالث لراشد بن سالم بن راشد بن غدير، يقدم الرخامية تتواجد على المركز الثالث. أما المركز الرابع فوصلت من خلاله الطائفة لمبارك بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي يحتل المركز الرابع. بن كليب على المركز الخامس يصل مشاهدين الأعزاء مع الظبي عبد العزيز بن سيف. بن كليب في خامس المراكز، ها هي النتيجة للمراكز القادمة والحاضرة في لقاء هذا الشوط من خلال المنافسات، بينما المرشحة الأقوى تأتي على سادس المراكز. هزر لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان، هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. نعود بحضراتكم إلى ما يدور من تحدي، ما شاء الله اندفاع على قائمة الشوط. هذه غصب 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 غصب، تغتصب المراكز الأولى بكل قوة وبكل ما أوتيت من تحدي كبير. مبارك بن محمد بن نصر العامري على قائمة هذا الشوط، بينما نسمة تتواجد المركز الثاني. نسمة مسائية مع بيشان بن محمد بن بيشان العجمي يحتل المركز الثاني. شعار من شعارات المملكة راعي الساعي يحضر أيضا في هذا المساء بهذه القوة وبهذا الشعار المعروف. انتقل للرخامية تتواجد على المركز الثالث، راشد بن سالم بن راشد بن غدير. المركز الرابع الظبي، الظبي قادمة. عبد العزيز بن سيف بن كليب يحتل المركز الرابع. الهزر وصلت على المركز الخامس المرشح الأقوى من خلال وجود الأخوة المحللين. هنا هزر سعادة محمد بن سلطان بن مرخان تتواجد على المركز الخامس. هذه الخماسية الماسية اللي قادتها هذه الأسماء بكل قوة نحو كأس الإنتاج، نحو كأس الإنتاج في ختامي المرموم التراثي 2024. ولكن القمة لا زالت حتى اللحظة بثنائية مع نسمة، مع نسمة وغصب، مع غصب ونسمة، لكن نسمة المسيطرة. يا سلام، بيشان بن محمد بن بيشان العجمي يقود الصراع، يقود النزاع إلى اللقب والإسراع بالكأس، بينما بن نصرة مع غصب. مبارك بن محمد بن نصرة العامري يحتل المركز الثاني. وصلت هزر، وصلت هزر، وصلت هزر لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان. هنا في هذه اللحظة على المركز الثالث، المركز الرابع وصول من خلال تواجد الظبي عبد العزيز بن سيف بن كليب، يقدم الظبي على المركز الرابع. المركز الخامس وصول من شعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. هذه نجود، نجود تتقدم. هذه الأسماء اللي أمامكم صالت وجالت، صالت وجالت، لكن من اللي بيقول، من اللي بيتكلم؟ بن بيشان مسيطر مع نسمة، مع نسمة 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 نسمة. لكن شوف هزر قادمة، سلالة الدرع يا بن مرخان، سلالة وانتاج سكاي دايف تتقدم على المركز الثاني لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان. الظبي يا بن كليب، الظبي يا بن كليب. عبد العزيز بن سيف بن كليب حاضر في هذا اللقاء. المركز الرابع شوف التدخل الجديد على رابع المراكز، هذا هو الشعار محمد بن معتوم
مرتوق العامري. يا سلام يا ابو حمدان يقدم قياده، ولكن هزر هزر مشاهدينا الاعزاء، استلمت القياده استلمت القياده استلمت الرياده في هذه الانطلاقه. هذه امامكم على المركز الاول على صداره الشوط، بن مرخان بن مرخان بن مرخان بن بيشان يحاول على المركز الثاني، وبن مساعد بن قران ياتي ويصل في هذه اللحظات هزر الاخرى، راشد بن محمد بن قران المنصوري. ولكن سلام يا مرغم، سلام سلام يا مرغم، سلام سلام يا صعب المضمرين، سلام عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان. هذه مشاهدينا الاعزاء هجر هجر هجر، سلاله محليه اصيله، سلاله الدرع. مشاهدينا الاعزاء هنا سلام سلام وتحيه الى اهالي مرغم، الى اهالي مرغم. كاس الانتاج كاس الانتاج، مشكور يا الغفيلي مشكور يا الغفيلي، عبد الله بن سلطان الغفيلي من ضمر وجهز، لكن شكرا بن مرخان، سعاده محمد بن سلطان بن مرخان. سلام يا مرغم، سلام سلام يا ابو سلطان، سلام يا ابو سلطان، سلام يا عبيد يا بن محمد يا بن مرخان، سلام لعشاق الصعب لعشاق الشعار الصعب، تهانينا والناموس. كاس الانتاج المركز الثاني لما فهيد او لبيشان بن محمد بن بيشان العجمي وصلت على المركز الثاني، المركز الثالث. هذه وصلت مشاهدي الاعزاء هزر راشد بن محمد بن قران المنصوري المركز الرابع، المركز الرابع وصول من قبل بارك مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي، والمركز الخامس المركز الخامس الطائفة المسلم بن حمد بن متعب العامري حلت على المركز الخامس. إذا كأس الإنتاج والمنتجين ذهب مع الصعب، هذا هو مشاهدينا الأعزاء قيادة الدرع من خلال الانتصار والتنافس والتحدي. سبع دقائق 14 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية، تهانينا لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان، شكرا عبيد بن محمد بن سلطان وعبد الله بن سلطان الغفيلي كذلك المضمر. المركز الثاني سبع دقائق 15 ثانية، سبع أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك نسمه بيشان بن محمد بن بيشان العجمي. والمركز الثالث هزر في هذه اللحظة بسبع دقائق 17 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية، راشد بن محمد بن قران المنصوري. تهانينا للجميع في هذا الانتصار وهذا التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا.